يا زينب، عملتي ايه في البنت؟ ما عملتش حاجه، لسه هديها الحقنه. طب بسرعه شويه عشان بابا عايز يشوف. طيب ماشي. تعالي يا اموره، انا هعلم بابا ومامتها ازاي يعملوا فيا كده. كده كده اصلا انتي احلى من امها. اه فعلا انا اجمل منها، انا مش عارفه ازاي هو اتجوزها. خلاص مش مشكله، يلا اديها الحقنه. يلا، مع ان البنت مظلومه في كل ده، بس يلا بقى. اديتيها الحقنه؟ اديتها الحقنه كده مية مية. طب انتي عارفه هي بتعمل ايه؟ لا بس هم قالوا ما تديهاش للاطفال. طيب ماشي، دلوقتي هروح اديها لمامتها وبابا. طيب ماشي، مش لازم ابين ان انا فرحانه ابدا عشان ميشكوش فيا. اهي البنوته ما شاء الله عليها. الله دي جميله قوي، طالعه شبهك. اه فعلا، واخده شبه منك برضو. الله عسول قوي. طيب اسيبكم، هو انا اقدر اروح البيت؟ لا بس استريح شويه. طيب ماشي. هو انا نمت كتير؟ اه ده احنا بينا بالليل. ايه ده ما شاء الله عليها، انا بنام بسرعه. اه فعلا، عايز تروحي؟ اه يا ريت. طيب ماشي، البسي هدومك، هجيب الممرضة تيجي تساعدك. طيب ماشي، الحمد لله خلصت. طيب ماشي يلا عشان نروح. ممكن اخد البنوتة؟ طيب ماشي. صحيح هنسميها ايه؟ انا مش عارف، في اسامي كتيرة طالعة جديدة، تقدروا تختاروا لها اي اسم، او كمان عشان نثبتها هنا في المستشفى. ماشي، نسميها روزي. طيب ماشي ماشي، حلو الاسم ده. ماشي، ربنا يخليها لكم. ايوه اخيرا وصلنا البيت، هنغير هدوم عشان وادخل انام. طيب ماشي، المفروض اصلا ترتاحي في المستشفى لتاني يوم، بس انتي قررتي انك ترجعي مش عارف ليه. يلا بقى مش مشكله، انا هنيم البنوته وانت غير هدومك ويلا نام. طيب ماشي. هي اتحولت امبارح بالليل برضو؟ اتحولت، انا مش عارفه لما تكبر هتعمل ايه. وانا كمان مش عارف، يا رب هو بيحصل لها كده ليه. مش عارفه، هي كانت صغيره ما كانش بيحصل لها كده، لكن لما كبرت شويه بقى يحصل لها كده. وافترضنا بقى يا ست البنوته كده قامت بالليل ولقيت نفسها متحوله لولع، هتعمل ايه بقى؟ انا مش عارفه. خلاص هيبقى لازم بقى نتعود على كده. ما هو ده الحل بقى الوحيد، بس بالنسبه ليها يعني هو ده هيبقى صعب عليها، لانها هتبقى مختلفه عن بقيه الاطفال. فعلا معاكي حق، هي لسه متحوله؟ لا دلوقتي رجعت لطبيعتها تاني. طيب الحمد لله. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي، اقعدي يا روزي. طيب ماشي. عامله ايه يا روزي؟ الحمد لله يا بابا. روزي انتي مش حاسه بحاجه؟ لا يا ماما مش حاسه بحاجه. متاكده؟ او بالظبط. طيب ماشي. بابا كنت عاوز اقولك على حاجه. اتفضلي يا روزي. بابا احنا عايزين نخرج بالليل نروح اي مكان. لا خليها بالنهار. بالظبط كده. ايه ده، في ايه مالكم انتوا الاتنين؟ قلتوا في صوت واحد لا مش رايحين. ليه يعني بالليل؟ ما كل الناس بتخرج بالليل مش بالنهار. لا احنا بنحب نخرج بالنهار مش بنحب نخرج بالليل. بالظبط كده يا روزي. زي ما باباكي قال. انا مش فاهم حاجه يا جماعه، ليه؟ على العموم بالنهار او بالليل مش هتفرق، بس انا مبسوطه وخلاص. طيب ماشي، روزي بالليل مش هينفع نخرج، لكن بالنهار هخرجك، بس يكون يوم جمعه يعني علشان انا مش هبقى فاضي في بقيه الايام. ماشي يا بابا، انا داخل دلوقتي على اوضتي عشان اروح اذاكر. طيب ماشي. غريب قوي، ماما وبابا مش بيخلوني اخرج بالليل، حتى لما يجي صحابي ينادوا عليا واروح عشان العب بالليل، مع انهم بيلعبوا قدام البيت بتاعنا يعني، لكن بابا وماما مش بيوافقوا وبيدخلوني انام قبل الساعه 12. مش فاهمه ليه. يا ربي. هي مش هيجي يوم وتعرف؟ طبعا هيجي يوم وتعرف انها بتتحول لولد بالليل، بس يعني بالنسبه ليها يعني يكون القرار بالنسبه لها ايه؟ انا مش عارف والله، يبقى حالتها النفسيه وحشه، بس احنا هنحاول على قد ما نقدر يعني نخليها تتفهم الامور. فعلا معاك حق، انا رايح الشغل دلوقتي. روزي. يا روزي. نعم ماما، في حاجه؟ كنت عاوزك اتكلم معاك كده شويه.
اه طبعا اتفضلي. المس بتاعتك قالت لي ان في رحلات وتقدري تروحيها. اه رحلات المدرسيه دي. اه بالظبط. مش هينفع اروح، مش عاوز اروح. ليه؟ علشان انا طبعا الرحلات دي هرجع منها بالليل متاخر، وانتوا بالنسبه لكم يعني مش بتحبوني اخرج بالليل. اه هي ما قالت ليش على الرحلات اللي انتوا بترجعوا بالليل متاخر. خلاص بقى مش مشكله. بس ممكن يا ماما اسالك سؤال؟ اتفضلي. هو انتوا ليه مش عايزين تخرجوني بالليل؟ انا مش فاهمه يعني، هو انا غريبه عن بقيه البني ادمين وانا ما اعرفش؟ ماما الصراحه ساعات يعني ده بيزعلني وكمان في نفس الوقت بيعصبني. ليه؟ انا مش فاهمه يعني، انا غريبه عن بقيه البنات ليه يعني ما اخرجش بالليل؟ صراحه يعني صراحه ايه يا ماما؟ انا عارفه انتوا ليه مش عايزين تخرجوني بالليل. ما تخافوش، ما فيش خطف يعني يا ماما، انا عاوزه انام. تقدري تسيبيني دلوقتي؟ الحمد لله انها فكرتها عشان خطف، بس ما فكرتش عشان حاجه تانية الا كانت هتكشف الموضوع. كانت هتكشف الموضوع. ماما هو ايه اللي هكشف الموضوع؟ روزي. ايه ماما في ايه؟ بعد كده بكحي عشان اتفاجعت. طيب ماشي يا ماما. كنت عاوزه ايه يا روزي؟ كنت عاوزه اقولك ان انا عاوزه ابات عند صاحبتي. طيب ماشي، بس تنامي قبل الساعه 12، فهمتي؟ حاضر. وبس يا ستي ده كل اللي حصلت لي. بعد كده تنامي الساعه 12 بالليل، قبل الساعه 12 بالليل كمان. لا نظام مامتك صراحة صعب قوي. اه فعلا، حتى بالليل بالليل يعني، احنا دلوقتي بعد المغرب اهوت ولا اي حاجه مش بتقدر تخرجني ابدا ابدا ابدا. وساعات مثلا بعمل حاجه مهمه جدا او مذاكره او اي حاجه يعني، وبذاكر ودلوقتي الساعه قبل ما تيجي الساعه 12 يعني بتقولي قومي نامي وسيبي المذاكره. مش فاهمه ليه. طب ايه رايك تجربي النهارده ما تنامش الساعه 12 وشوف ايه اللي هيحصل؟ طيب ماشي. بس يا بنتي مفيش حاجه من انت بتقوليها دي، مفيش سبب مقنع يعني ورا الكلام اللي انت بتقوليه. يمكن هي خايفه عليكي يعني من السهر والكلام ده، بس مش للدرجه دي يعني. ليه يعني؟ مش فاهم. بس يا ستي اهو انت عبيتي معايا. هو لك هو مامتك مش هنا؟ زي ما انت عارفه ان ماما وبابا مشغولين في الشغل وهما اصلا مسافرين، فانا بقعد لوحدي وقلت ما اجيبك. اه هم اصلا مش بيهتموا ليا ففكك. عجبني نوعا ما الفيلم. اه فعلا كان ممتع. بقولك حاليا دلوقتي الساعه 12. اه مالك يا بنتي؟ مش عارفه حاسه ان انا دايخه كده. طب تعالي ادخلي نامي. لا لا مش عاوزه انام. امال مالك؟ اعملك حاجه يعني تشربيها؟ لا لا لا. طب ثانيه اشوف طيب علاج ليكي كده. طيب مين؟ بس احنا ليه جبنا هنا؟ احنا هنا نلاقي الدكتور طيب هو اللي يعمل لي كل حاجه ويشرح لنا ايه اللي حصل لك ده. طيب ماشي يا رب. ايه ده اطفال؟ معقوله؟ اهلا وسهلا. بعد اذنك يا دكتور. في ايه بس انتوا صغيرين قوي؟ انتوا جايين جايبين انتوا جايين مع حد ولا انتوا جايين لوحدكم؟ احنا جايين لوحدنا. ازاي طلعوكوا اصلا؟ انا مش فاهم. هو ده اخوكي؟ لا ده مش اخويا، دي صاحبتي. صاحبتك ازاي؟ قصدك صاحبك؟ لا مش صاحبي، صاحبتي والله. احكي لك كل حاجه بس اتفضل اقعد بس يا دكتور. طيب ماشي. كل ده ازاي؟ انا مش فاهم ازاي اتحولت لولد يعني. والله مش عارف. اه افتكرت، كان في حقنه هنا كنا بنقولها ما تقدرش للاطفال الصغيره ابدا، لان كنا لسه بنعمل عليها تجربه. كنا تقريبا عاملين حقنتين منها، وكان في حقنه تانية كانوا بيقولوا يعني الممرضات اللي كانوا هنا، بس هم دلوقتي طلعوا من المستشفى. الممرضات اللي كانوا هنا بيقولوا ان في حقنه منهم كسرت واحنا ما نعرفش راحت فين. عملنا بحث على الحقنة التانية، لقينا انها فعلا بتحول، بتعمل حاجة في جسم الطفل الصغير وبتحول البنت لولد او الولد لبنت بمعنى الكلمة. اه ماشي. وانها بتحول مثلا لو كان ولد هتحول البنت بالليل، لو كانت بنت هتحولها لولد بالليل. فاكيد صاحبتك ممرضات دول اديلهم الحقنة دي غصب عنهم او يقصدوا يعني. ففي الحالتين ما تخافيش، احنا عملنا حقنة وبحثنا عنها لقيناها انها فعلا بتاخد او بتشيل يعني المفعول بتاع الحقنة اللي هو خدها، اللي هي بتحول ولد لبنت وكده يعني. اه يعني بتضيع المفعول ده بالظبط كده. هجيبها لك واديها لك. بتخافي من الحقن ولا لا؟ لا مش بخاف منها. بس كده بعد ساعة ان شاء الله هتكون متحولة لبنت تاني.
طب نقدر نستنى الساعة هنا في المستشفى عشان لو حصل لها ايه؟ حاسة ان جسمي نمل كده. اجيب لك مية؟ ممكن تجيبي لي عصير؟ طيب ماشي. خدي يا روزي. ايه ده روزي، انت حولت البنت تاني بجد؟ اه والله، تعالي شوفي. اه فعلا حاسه كمان ان انا اتحولت البنت، ايدي ما بقتش عامله زي الولاد كده. اه فعلا معاك حق. الله انا مبسوطه قوي، بس انا خايفه اتحول تاني. لا الدكتور خلاص قال ان ما عادش تتحولي تاني. طب تعالي نروح. يلا يلا.